من شخص محب للفنون مغرم بالرسم واللوح الفنية لأخطر ديكتاتور عرفته البشرية أدولف هتلر. واحد ما تقبلش في فنون جميلة فتسبب في قتل 60 مليون بني آدم واحتل تقريبا 10 دول. احنا قدام شخصية فريدة من نوعها غيرت مجرى التاريخ. اتولد هتلر في سنة 1889 في فيينا في النمسا. هتلر الحاكم النازي الألماني ما كانش ألماني، كان نمساوي، وكان عايش مع والدته ووالده، ووالده كان شخصية شديدة جدا، وعشان كده هتلر كان متعلق زيادة بوالدته، ولأن دايما كانت قرارات هتلر مختلفة تماما عن قرارات والده، فوالده كان عايزه يبقى موظف في الجمارك وهتلر كان عايز يبقى رسام. عشان كده بعد موت والده قرر يسيب المدرسة ويروح يقدم في أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا، لكنه اترفض وقدم مرة تانية واترفض برضه، والعالم كله اتحمل نتيجة الرفض ده. كان زمانه طالع رسام قد الدنيا. المهم بعد ما اترفض هتلر في أكاديمية الفنون الجميلة راح اشتغل شوية في فيينا كرسام فريلانسر كده، بيرسم شوية لوحات ويبيعهم، لكنه صرف كل الباقي من فلوسه على اللوحات دي. وبيحصل حدث مؤثر جدا في حياته وفي القصة كلها. في 1907 بتتوفى والدة هتلر وبيعيش في مأوى للمشردين. مفيش بيت، مفيش فلوس، مفيش عيلة، فبيضطر هتلر انه يقدم في الجيش الالماني. ما هو الامل الوحيد اللي بقي له. هتلر في الجيش بيكتشف مهارات غريبة في نفسه اول مرة يعرفها، وبيشارك في الحرب العالمية الاولى وبياخد وسام الشجاعة مرتين. لكن في 1918 مع نهاية الحرب العالمية الاولى واستسلام المانيا ورجوع الجنود الالمان ومن ضمنهم هتلر اللي كان رافض تماما لقرار الاستسلام، وكان شايف ان قرار الاستسلام في الحرب ده اصلا خيانة، خصوصا ان المانيا ما كانتش مهزومة في الحرب، ما كانش فيه اصلا طرف مهزوم في الحرب، فليه المانيا اللي تستسلم ويتوقع عليها عقوبات شديدة جدا. بعد الحرب العالمية الأولى بيتعين هتلر جاسوس لصالح الجيش الألماني عشان يجمع لهم بعض المعلومات عن الأحزاب اللي كانت ظاهرة جديد. احنا عارفين بعد الحروب والثورات بتنشط الأحزاب السياسية، فتكلف هتلر انه يجمع معلومات عن حزب العمال الألماني اللي كان عنده توجهات يمينية متطرفة. وفي تجمع من التجمعات وهتلر بيتجسس على الحزب يسمع كلامهم فيعجبه الكلام، خصوصا ان هم بيقولوا نفس وجهة نظر هتلر ان انسحاب ألمانيا في الحرب كان خيانة، وان اليهود هم السبب في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية. نسيت اقول لك ان هتلر كان بيكره اليهود بطريقة مش طبيعية، كان عنده هوس بالموضوع وكان دايما بيتهمهم ان هم السبب في كل حاجه. المهم هتلر هو بيسمع للحزب وعاجبه الكلام، مره واحده يندمج مع الموضوع ويقوم يخطب فيهم خطبه طويله جدا ويقول نفس الكلام اللي هم بيقولوه، هم كمان ينبهروا بيه وبقدرته في الخطبه والدعايه والاعلان. وهتلر بقى عضو مهم جدا في الحزب لحد ما بقى زعيم الحزب، وتحول اسم الحزب من حزب العمال الالماني لحزب العمال الاشتراكي الالماني الحزب النازي. الحزب ابتدى يكبر وينشر افكاره ويبقى ليه مؤيدين. بالوقت ده كمان بتنجح مسيره الزعيم الايطالي موسوليني لروما وبيستولى على الحكم، وده اللي بيشجع هتلر وبيقول هو الحكم ما بيتاخدش غير بالقوه، وبيعمل هتلر انقلاب على الحكم. فاكره نجح وكده؟ لا، ده فشل ذريع، واتقبض عليه واتحكم عليه بالسجن 5 سنين. لكن هتلر جه في المحكمه واستغل وجود وسائل الاعلام وقال لهم عن اسباب الانقلاب على الحكم وانه كان رافض لاستسلام المانيا، فخففوا الحكم ل9 شهور. وبسبب المحاكمه دي اتشهر هتلر شويه واسمه سمع. لما اتسجن هتلر بقى عنده وقت اكبر انه يعيد ترتيب افكاره ويفكر بطريقه كويسه، وكمان يعيد بناء حزبه، وكمان اتاكد ان الانقلاب ما كانش الطريقه الافضل للوصول للحكم. ومن هنا هتلر يفكر انه يكتب كتاب. هو كان شايف انه ابتدى يبقى مشهور واسمه ابتدى يتعرف، فقال يكتب كتاب منها يلم شويه فلوس حلوين ومنها يعرف الناس بيه وبحزبه. فعمل هتلر كتابه الشهير ماين كامف او كفاحي. هو كتاب كده كان فيه شويه كلام عن سيره هتلر الذاتيه وشويه من افكاره عن الصراع العرقي وشويه شتيمه على اليهود، واتهمهم هتلر بكل حاجه لدرجه انه ذكر كلمه اليهود في كتابه 373 مره. مش بقول لك كان مهووس بيهم؟ المهم اتنشر كتاب هتلر، واول ما نزل ما حققش اي مبيع يذكر. وطلع هتلر من السجن وقرر انه ينزل انتخابات سنه 1928، لكنه حصل وبلا فخر على 2.5% من اجمالي الاصوات. الراجل عمال ياخد على دماغه ويكمل ويفشل ويكمل ويتسجن ويكمل، لحد ما في 1930 القدر بيلعب لعبته الجميله مع هتلر، وبتيجي لهتلر الفرصه لحد عنده. الكساد العالمي الكبير وظروف اقتصاديه سيئه جدا في المانيا، الشعب الالماني بيقرر انه يبعد عن الاحزاب العاديه ويتجه للاحزاب المتطرفه، واللي كان ابرزهم طبعا في الوقت ده الحزب النازي بتاع هتلر. خد بقى اللي جاي دي، بتزيد نسبة الأصوات من 2.5% ل37%، زيادة رهيبة جدا. وفي سنة 1933 بيتعين هتلر مستشار ألمانيا. هنا قرب هتلر من حلمه خطوة أو خطوتين ثلاثة، وهيبدأ خطته عشان يحتل العالم. بس طبعا مش هنقدر نخلص كل ده في حلقة واحدة، احنا محتاجين حلقتين ثلاثة. المهم لو عجبك الجزء الأول وهتستنى الجزء الثاني والثالث ما تنساش تكتب لي في الكومنتات. أتمنى تكون عجبتك الحلقة. أنا أحمد الحفني وأشوفك على خير في حلقة جديدة قريب جدا.